الكلمة الآن لفضيلة الشيخ العلامة محمد أبو الخير الفقيه الحنفي، فليتفضل مشكورا وإلى الله مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيد الوجود محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا بالعلم يا كريم. موضوعنا اليوم عن الحب، كما بدأ شيخنا وأستاذنا الدكتور، الإيمان عمل العقل والحب عمل القلب. كلام عن الحب، وباختصار شديد حتى ما نطول عليكم، الحب ينقسم إلى قسمين: حب بسبب وحب بغير سبب. حب بسبب وحب بغير سبب، والذي مطلوب منك أنت أن تحب بغير سبب، هذا المطلوب منك. فإن لم تستطيع، لم تستطيع أن تحب بغير سبب، فانزل إلى المستوى الأدنى، حب بسبب. أحب الله لما يرزوكم من نعمة، هذا سبب. الله متفضل عليك، أعطيك نعمة البصر ونعمة السمع والكلام والصحة، كل هذا من عند الله، صح؟ فإذا حبه مشان هيك، إذا ما قدرت تحبه بلا سبب، حبه مشان هيك. وأحبوني لحب الله لي، وأحب آل بيتي لحبي، هذا حب السبب. أما الحب بغير سبب، ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، أو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا الحب أصل الوجود، الحب. لو سألنا أنفسنا لماذا خلقنا الله، هذا سؤال يعني طرح على البعض عند سيد ابن عطاء الناسكندري أو عند سيد عقبة بن عامر، وأجبته: لماذا خلقنا الله؟ أغلب الناس يقولون خلقنا من أجل العبادة، وهنا الخطر الكبير، خطر كبير جدا أن تظن أنه الله خلقك عشان تعبده. فإذا هو بحاجة عبادتك، وحاشا أن يكون ذلك، ولكن خلقك لتتعرف عليه. خلقك لماذا؟ لتتعرف عليه، وطريق التعرف عليه العبادة. لذلك ابن عباس قال: معنى ليعبدون، رضي الله عنهما، قال: معنى ليعبدون أي ليعرفون، تمام؟ فإذا أصل الخلق المعرفة. سؤال آخر والإجابة منكم طبعا، أنا أعتذر أني أتكلم بين يدي العلماء، وهذا الكلام يعني ليس للعلماء، لأنه أنا أنهل منهم وآخذ منهم، طبعا لأن يوصلوا للتيار الجنح، فالحكي من عندهم، تمام؟ تمام؟ والكلام هذا لي وليد إيه؟ وللطلبة، طلبة العلم أمثالي، تمام؟ الله لماذا خلقنا؟ من عنده إجابة؟ خلقنا الله لماذا؟ لنتعرف عليه، تمام؟ هذا سؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا خلقنا الله؟ سؤال ثاني، إجابة أخرى. لا أقبل أن تقول لنتعرف عليه، خلاص انتهى الإجابة الأولى دي. إجابة عن السؤال الثاني: لماذا خلقنا؟ نعم؟ أحسنت. خلقنا لنا إلنا عشان نتعرف عليه، طب خلقنا هو عشان يحبنا، يحبه ويحبه.
اصل الخلق الحب. اصل الخلق الحب. الدليل قال لك لو سويت حسنة هكتب لك اياها بعشرة وسيئة بوحدة بس، الا يدل ذلك عن الحب؟ عملت معاصي بحياتك كلها وبعدين صار عمرك 50 سنة 40 سنة 30 سنة قلت استغفر الله واتوب اليه غفرت لك ولا ابالي. لو جئتني بغراب الارض خطايا لا تشرك بي شيء لجئتك بغرابها ايش؟ مغفر. لولا انكم تذنبون وتستغفرون لذهبت بكم. حب اعلى اعلى درجات الحب حب الله لك، حب الله لك. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدين ونجدين. هذا تصوير من؟ تصوير من؟ من الذي صورنا؟ وهو الذي يصوركم في الارحام. من الذي صورنا؟ الله. من الذي خلقنا في احسن تقويم؟ ما هو احسن تقويم؟ قالوا اما نمشي على رجلين ما نمشي على اربع او اين نمشى، ولكن احسن تقويم ان خلقك على الفطره تحبه وتؤمن به. يولد المولود على الفطره، فطره الاسلام، حب، التوكل على الله، التجاء الى الله. اكبر انسان او يعني اكثر انسان، مش اكبر، اكثر انسان متوكل على الله الرضيع. الرضيع ما مزال على شيء في خدمه له. لما كان داخل احشاء ام والدته، من اللي كان يعطيه الطعام؟ من الذي كان يغذيه؟ الله، عن طريق المشيمة. وعلى فكرة كان يغذيك بما تحتاجه أنت وبما تطلبه أنت. أنت شو بدك تاكل؟ أنت وفي بطن أمك كنت تطلب ما تشتهي وتختار. يوجد للجنين في بطن أمه يوجد غشاء، هذا الغشاء ما اسمه طبيا؟ اسمه الغشاء العقلي. لماذا سماه الأطباء الغشاء العقلي؟ قال لأن هذا الغشاء لحفظك من الصدمات، هذا أول شيء. ثانيا ليطلب لك ما تحتاج. هذا الغشاء يجد أنك تحتاج فيتامين سي، فبيعطي أوامر للوالدة لأمه أنه تميل نفسها أن تأكل الفاكهة اللي فيها فيتامين سي، او تميل نفسها ان تاكل في كالسيوم اللي فيه ايش؟ فبتقول لك ايه؟ بتوحم. وش بدك تتوحم؟ هو الطفل الصغير اللي جوا. ليش؟ قال لانه الله كتب له رزقه. اول حاجه بكتب رزقه. ليه؟ انا بحبه. ومن حبه جعله خليفه. اني جاعل في الارض خليفه. خليفة من طمع بهذه الخلافة؟ دائما اللي بيطمع بالشيء لازم يكون عنده يعني هو بالمرتبة اللي أدنى بشوي حتى يطمع بالمرتبة الأعلى. لو قلنا لوكيل وزارة لوزير، مين بترشح لنا من الموظفين يكون وكيل وزارة؟ بيقول لك فلان. ممكن فلان، ممكن فلان. طب لو قلنا لوكيل وزارة مين بترشح انه يكون وزير؟ شو حيقول لك؟ مش شايفني؟ الملائكة قالوا ايه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. خلاص انتهى الموضوع. العرض خلاص. ونحن نسبح بحمدك، بتقول لنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ليه؟ يلفتون النظر اليهم. لذلك قال لهم بعد آيتين اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. حاجة اللي جواكم، كنت تطمعوا بان تكون الخلافة لكم. فأفضل المخلوقات هو خليفة الله. مرتبته أعلى من مرتبة الملائكة؟ الله. ومن خليفة الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من وصل إلى مرتبة الكمال نال الخلافة. كل من وصل إلى مرتبة الكمال من الرجال
لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فيه رجال يحبون أن تطهر. قال أيضا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لذلك عند أهل الله مرتبة رجل مرتبة أنه وصل إلى مرتبة الكمال، لأن النفوس سبعة: الأمارة، اللوامة، الملهمة، المطمئنة، الراضية، المرضية، الكاملة. كاملة مرتبة الرجل. هذا صار مستعدا أن يكون، أو صارت مرتبته أن يكون خليفة خليفة. اللهم اجعلنا من خلفائك في الأرض الذين إذا نظرت إليهم ستنظرون. الحب، كم تحب الله؟ هو يحبك كثير، ولكن أنت كم تحبه؟ هل فكرت عندما نظرت إلى معصية بحبه؟ هل يراك؟ سؤال، هل يراك في الطاعة؟ نعم، وكذلك في المعصية لا يخف عليه شيء. وهو معكم أينما كنتم، لذلك الله معي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي كيما نحب. طب الله ماذا قال لنا؟ أول عهد أخذه علينا ما هو؟ ألست بربكم؟ أول عهد. دققوا في الكلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإيه؟ أسمعها. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. دي أول رؤية أنت شفتها لربنا، أول نظرة خلاك تشوف نفسه، خلاك تشوف جلاله، خلاك تشوف جماله. وعشان ما تنساش أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إن إيه؟ إنما أشرك آباؤنا، طب ما أنا أورثكم نفسي. لذلك قال لك بلى شهدنا. هنا في ثلاث نقط فوقها علشان الوقف. شهدنا هنا شهادة الشاهد أو شهادة الرؤية، شهدنا رأي. فقال لنا قال إيه؟ ألست بربكم؟ ما معنى الرب؟ المتكفل بالتربية. لأنه كلمة رب مأخوذة من إيه؟ من رابب اسم فاعل. مظبوط مولانا؟ مأخوذة من رابب اسم فاعل، فحذفت الألف وبعدين المضعف الباء 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 شو؟ صاروا واحدة صارت رب. الحمد لله رب العالمين. فكلمة رب، ألست بربكم؟ الرب هو المتكفل بالتربية. والتربية تتضمن الأرزاق، وتتضمن الأزواج، وتتضمن الأولاد، وتتضمن المسكن، وتتضمن الشفاء، وتتضمن الصحة والعافية، تتضمن كل شيء. كل شيء. من الرزاق؟ الله. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. لذلك كثير من الناس الآن ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يخطئون من غير قصد. أتكلم من غير قصد في حق الحضرة الإلهية. كيف؟ لماذا يذهب الموظف إلى شغله؟ ليش بيروح بيشتغل؟ أنت كموظف لماذا تعمل؟ عشان أكل وأشرب. عشان إيه؟ أكل وأشرب. عشان الرزق، عشان أكل العيش. صح يا مولانا؟ كثير ناس بتقول هذا غلط. الرزاق من؟ الله. طب بدا سبب؟ الله غني، لا يحتاج إلى سبب. طب ليش احنا بنشتغل؟ قال نعمل العمل عبادة. نعمل لأن هذا العمل فرض علينا أن نعمل. فعملنا لا من أجل سبب الرزق، وإنما من أجل الوصول إلى المسبب الأرزاق. فعملك الذي تعمل به لتؤدي الخدمة المفروضة عليك لهذا الكون. لذلك هناك عبادات، فقه العبادات،
وفقه المعاملات. فقه العبادات يأتي في أين؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقه المعاملات يستعملكم في الأرض ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فإذا هنا فقه عبادات وهنا فقه معاملات. عندما تعمل في الدنيا اعلم تماما أن الرزاق هو الله، وأن الذي قدر الأرزاق هو الله، ولا تزيد ولا تنقص، ولا يستطيع أحد أن يوقفها عنك. لا والذي نفسي بيده، المتحدث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لرزق أحدكم إيه؟ أشد طلبا إليه من أجله. الموت بيتأخر، الرزق أسرع. طب بنعمل عشان إيه؟ نعمل عشان نخدم الكون. وهذه الخدمة اللي بنعملها، الموظف ولا المحامي ولا الفران ولا سوار الأتوبيس ولا الشيخ العالم ولا أي إنسان في هذا الوجود، إنما يعمل ليخدم الوجود، لأن الوجود كله بيخدمه. الفران بيخدمك ولا لا؟ وبتاع الطعمية بيخدمك، والطبيب بيخدمك، وبتاع المياه، وبتاع الكهرباء، والمهندس والعالم كله بيخدموه. أنت لازم تخدم. وهذه الخدمة التي تخدمها ستأخذ عليها أجرا من الله، لأنها عبادة. إذا خرج من بيتي بسم الله خرجنا، وبسم الله بسم الله توكلت على الله ولا. لماذا؟ لأنك خارج إلى عبادة. فإذا كنت وفهمت أن العمل عبادة، وهذه عبادة المعاملات، وهذه عبادة الأجساد، فإذا أتيت إلى الصلاة وهي عبادة الأرواح عبدت الله كأنك تراه. هذه الحقيقة التي يجب أن نصل إليها. لذلك لماذا كثير من الناس لا يذوقون لذة الخشوع في الصلاة؟ لأنهم يكونون في العمل مع الدنيا، فإذا جاءوا إلى العبادة الروحية شغلوا أنفسهم بالدنيا، فخسروا هذه وهذا، فخسروا ثمرة هذه وثمرة هذه. لذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدك تصل؟ حب الله شغله مصعب. اللي بيحب بيوصل، واللي ما بيحب وبدك تحبه بغير سبب. يعني أنا بحب الله لأنه سواني عالم، قال لا، بدك تحب الله. والحب الحقيقي موجود في قلب كل واحد من المسلمين، ولكن بعضهم يفعله وبعضهم لا يفعله. لو إنسان أصيب بمرض ودخلنا نعوده، نقول له كيف حالك؟ ماذا يقول؟ الحمد لله. صح. أنت مريض، من الذي أمرضك؟ الله. وتقول الحمد لله. هذا هو الحب الحقيقي. متى ولدك؟ إنا لله وإليه راجعون. كيف حالك؟ الحمد لله. سلمنا أمرنا الله. لا الله. احتسبناه عند الله. هذا ما هو؟ حب حقيقي. تحبه في الخير كحبك في غير الخير. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الحب الحقيقي. أن تفقه على الله. بعدين لما الواحد بيموت دوم بيروح لعن الله. لما يذهب الإنسان بس يموت المؤمن وين بيروح؟ إلى أين يذهب؟ إلى الله. صح؟ لأن سيدنا النبي أكبر مثل أمامنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قدوتنا وأسوتنا، قال الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل صح؟ فإذا عندما ينتقل المؤمن إلى الرفيق الأعلى، فأنت تعبد كل حياتك الله، وتصلي وتصوم وتتقي، وتصرف عينك عن الزنا، وتصرف لسانك عن الغيبة، وتصرف فكرك عن الحرام، من أجل من؟ من أجل الذي ستذهب إليه؟ حبيبك. أفضل شيء حب الله. أنت حبيت الله؟ قل له كل يوم إني أحبك. عود مع الله. تعرف تقعد مع الله؟ تجلس مع الله؟ قبل النوم 10 دقائق، ونختم في هذه يعني النصيحة، قبل النوم 10 دقائق بس قبل النوم، هذه لي وللطلاب فقط، تمام؟ أما أسيادنا العلماء هم اللي يعني يعلمونا والله، بزيهم خير، هم اللي يربونا وسلكونا. قبل النوم
طبعا أنت متوضئ، لو أحببت أن تصلي ركعتين توضي لله، قال عليه الصلاة والسلام حديث سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال سمعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا فيتطهر ثم يصلي ركعتين إلا ثم يستغفر الله إلا وغفر الله. بعد منا عاد مستقبل القبلة وغمض عيونك وخذ نفس عميق، خذ نفس عميق ونزل هذا النفس، هذا مشان الطاقة الروحية اللي تزيد عندك، نزله تحت السرة. تحت السرة منطقة العاني، هي منطقة توزيع الطاقة على الجسم كله. هذا علماء الطاقة هيك عم يحكموا، هذا الكلام مو من عندي يعني علميا، يعني انه بس تنزل تحت السرة تماما، تنزل بيتوزع الطاقة على جسمك كله تمام؟ ثلاث مرات نفس شوي شوي طلعوا شوي شوي بعد المرة الثالثة أنت مغمض عيونك قول لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله تعمل لك صفاء جسم، صفاء ذهني، وتحضر روحك في الجسد، ما عاد في عندك شفاف. أغلبنا هذا الشك، قاعد معنا ومو معنا، قاعد معنا ومو معنا، تقول لا إله إلا الله. أولياء الله قالوا لا إله إلا الله، شو تجمع الأرواح، روحك ترجع تستقر بجسمك. فلما بتقول لا إله إلا الله ثلاث مرات بعد منها، عود تفكر أنت بجسم أنت نفسك، شغل كاميرات المحاسبة تبعاتك اللي موجودة عندك وشوف أنت من الفجر أو من الصبح، من وقت طلعت من البيت إلى ساعتك هذه كم معصية فعلت. فإذا لقيت نفسك غشيت أو تكلمت أو نظرت إلى محرم، استغفر قبل أن تنام 10 دقائق. هذه 10 دقائق اسمها محاسبة. قال حاسبوا أنفسكم، سيدنا عمر رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذه المحاسبة ترقيك مع الأيام، يعني خلال 7 أيام إلى 40 يوم ترقيك إلى مقام المراقبة. فبتصير أنت بتراقب نفسك قبل ما تتكلم، تراقب نفسك قبل ما تفعل. المراقبة ترقيك إلى المجاهدة، المجاهدة ترقيك إلى الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية ترقيك إلى باب التقوى، وباب التقوى ترقيك إلى باب الولاية العظمى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وتقبل منا ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله تعالى عنا خيرا شيخنا العلامة محمد أبو الخير، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أيها الأحبة الكرام، مع طرف من المدائح النبوية ينشدها الشيخ إبراهيم رجب، فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. اللهم صل وسلم وبارك بطيبة ميثاق لدي قديم.